نادي بيراميدز حقق تعادل مستحق مع النادي الاهلي، تعادل بطعم الفوز لنادي بيراميدز. بيراميدز الذي كان يحتل المركز العاشر قبل هذه المباراة امام النادي الاهلي، بيراميدز اللي خرج اللي اتغلب من الرجاء رايح جاي في دور المجموعات 5-0، واللي خرج بضربات الترجيح بعدما تخلص بيراميدز من شريف اكرامي واعاد احمد الشناوي الى حراسة المرمى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. واعاد احمد الشناوي الى مركز حراسة المرمى. الاهلي امبارح عنده عدة اخطاء، عنده عدة اخطاء. اول خطأ في امبارح انه ما عرفش يرب، وان ابن النادي ما طلعش ابن النادي، يعني ابن النادي ما طلعش ابن النادي، وكان اللي بيحصل تمثيليه سخيفه. السبب ليس اداؤه داخل الملعب، ولكن فرحته الطاغيه بهدف التعادل، بهدف التعادل، فرحه تنم عن كراهيه، عن غيظ، عن غضب، عن الم، عن عدم عشق للفانيلا الحمراء. بصراحة فرحته بعد التعادل فرحة شنيعة يعني. فأنا بتكلم على التربية الرياضية أو الأخلاق الرياضية. فما حدث بالأمس من لاعبي النادي الأهلي عدة أخطاء. أول خطأ زي ما بنقول الحلو، لما بيحصل الحلو، لما يحصل أي انتكاسة لازم نقول اللي حصل وبما يرضي الله، وصديقك من صدقك لا من صدقك. فعش نكذب على أنفسنا ولا نضع رؤوسنا في الرمال، بس نبقى بننتقد لإصلاح الوضع وليس لهدم المعبأ، ننتقد للقفز إلى الأمام وتحقيق نتائج إيجابية وليس لتهبيط الهمم والعزائم قبل مباراة إفريقيا. هتيجي تقول لي يا أنكل يعني أنت بتقول الكلام ده ليه، هقول لك بص، أنا مبسوط جدا 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 لتعادل الأمس. ليه؟ تعادل الأمس في رأيي ينطبق عليها المثل القائل رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة. ويا بخت من بكاني ولا بكاش علي. امبارح في مجموعة عيوب، أول خطأ اللعب باستهتار وتعالي على كرة القدم، تاني خطأ عدم توظيف اللاعبين في أماكن، قفشة ما لمس في الشوط الأولاني الكورة مرتين ثلاثة بيلعب جناح، يا كان لعب بلي ميكر والاتنين قدامه فراودة صلاح محسن ومحمد شريف، يا ما كانش يلعب جناح، ما يبقاش هو جناح وطاير محمد طاير جناح. لا غلط. الخطأ التاني في التوظيف أيضا أن محمد شريف لم تصل له أي كرة إلا كرة واحدة في الشوط الأولاني، وحتى في الشوط الثاني كرة واحدة برضه، دي الفرص اللي اتخلقت له نتيجة التوظيف الخاطئ. اتنين، ان كان في حالة من الود والتسامح واحنا داخلين الملعب، شفت كل لعيبة بيراميدز مروا على كل لعيبة النادي الاهلي هم واقفين بالبوس والاحضان، قلنا مباراة ستتحلى بالروح الرياضية، لانها مباراة من يعني ايه في الخناقات اللا رياضية واللا اخلاقية، واللا اخلاقية اللي عملها دونجا ده في حمدي فتحي، والاسترزات اللي دخل بيها في ظهره كأنه في خناقة في شارع، كأنه في خناقة في شارع، أو كأنه بيمثل فيلم أكشن مع أميتاب باتشان أو شارو خان أو علي خان أو أي حد خان، أو حتى إن شاء الله في خان الخليل، ما تعرفش يعني، طالع في السماء وطاير وبالرجل في ظهره. هو عدوك يا ابني، هو جوز أمك يا حبيبي، هو أنت كارهه كده ليه يا حبيب قلبي؟ حاجات غبية الصراحة، حاجات غبية. حاجة تانية، أنا الكابتن محمد عادل حكم المباراة لم يشهر البطاقة الحمراء في هذه الكرة، ده الأصفر، أمال تدي الأحمر إمتى؟ جه في الكرة التانية ده الأصفر وبعدين طار. محمود بسيوني في غرفة الفار قال له تعالى قرب عليا، قرب حبيبي يا متغرب، قرب عليا، قال له بص في الشاشة، ده طرد مباشر، قام مديله طرد مباشر. لكن طوال المباراة حتى أحمد فتحي اللي كان وديع جدا في الدور الأول في مباراة الأمس كان عنيف جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ له جملة حلوة قوي في حواره مع أحمد فتحي، قال له لاعبي الترجي يحسوك، فلاعبي بيراميدز حسوا لاعبي النادي الأهلي امبارح
ان هم يعني ايه واثق الخطوات يمشي ملك، واثق الخطوات يمشي ملك. فبالتالي داسوا فيهم ولعبوا بعنف ولعبوا بقوة. حتى الواد ابراهيم عادل الغلبان اللي نفسه يجي النادي الاهلي، شفته امبارح كانه بيلعب تايكوندو او مصارعه او جودو. كنت بقول لهم يا جماعه ما تلموا ضموا الواد ده للالعاب النزاليه، لقيتهم لا ضموه للالعاب النزاليه في دوره طوكيو الاولمبيه ولا حتى انضم للمنتخب الاولمبي. انا كنت اتمنى انه يبقى في المنتخب الاولمبي احسن من ناس كثيره في المنتخب الاولمبي. فابراهيم عادل برضه لقيته عنيف جدا، ودونجا كان يستاهل طرد من اول لمسه من الكره اللي دخل فيها بالاسترزاط في حمدي فتحي. حق ربنا احنا بنتكلم كوره ما بنتكلمش اي حاجه تانية. لكن لعيب النادي الاهلي كانوا حنينين قوي، عندهم يعني بيلعبوا برومانسيه شديده، بيلعبوا بثقه غير عاديه وغير طبيعيه امام نادي بيراميدز. طبعا في استهتار وفي تعالي على الكره وفي عدم تركيز من كابتن محمد الشناوي، من كابتن محمد مجدي قفشه، ومن كابتن رامي ربيعه، دول المسؤولين عن الهدف الثاني. في الهدف الاول ايضا الخروج الخاطئ للكابتن محمد الشناوي. طيب هتكلم في محمد الشناوي قبل ما اقول اخطاء موسيماني. محمد الشناوي غلط غلطه ساذجه للغايه، غلطه ساذجه للغايه، ان هو امبارح يعني ايه ما مش فاهم انا يا شنو، هو انت عمرك بتعمل كده يا شنو؟ يعني محمد الشناوي امبارح جول اولاني طالع بدري قوي، والجون الثاني تحس ان في غمامه سودة على وشه. ما احنا يا ابني قلنا لكم الحل بتاعها ايه؟ تقروا المعوذتين والاخلاص وتصلي على سيدك النبي وتستغفر. ما ده حلها وانتوا عارفين. ماشي. في استعلاء على الكوره. في رغبه منه في انه يحطم ارقام عصام الحضري، فمشغول قوي بضروره ان انا اروح طوكيو بعد المباراه. طب روح وانت بطل افريقيا، نركز. السبب في اللي فيه حاله الشناوي هي اداره كره القدم في النادي الاهلي. الكلام ده انا قلته قبل كده والناس بتزعل مني. محمد الشناوي مش محتاج دعم مني، ولا محتاج ان انا اقول له انك انت احسن حارس في مصر ومن اعظم حراس افريقيا وحارس كبير وحارس موهوب، وغلطه تفوت ولا حد يموت نتعلم منه، سواء غلطة سموحة أو غلطة بيراميدز. ضيعت أنت لوحدك 5 نقاط من النادي الأهلي في مشوار الدوري، يعني الدوري لو ضاع هتبقى أنت مسؤول عن ضياع 5 نقاط. هتبقى أنت واحد من أهم المسؤولين عن ضياع الدوري. طب ماله بقى الكابتن محمد الشناوي؟ هل هو مشغول بالعروض اللي جاياله أو بعرض نادي النصر السعودي؟ محدش يطلع يقول لي مفيش عروض. في عروض. بس الأهلي حابب بس يقول ان عروض اليو ديانج، لانه عنده قرار ان اليو ديانج اللي يمشي. فعروض محمد الشناوي عنده عروض من النصر السعودي، وقلنا الكلام ده وقلنا الكلام ده ماشي الحال. فانت النهارده محمد الشناوي نجم كبير، ده واحد معلوش خلاف، معلوش خلاف، عنده عروض، عنده عروض. دماغه في العروض ولا دماغه في الملعب؟ طول عمر النادي الاهلي، طول عمر النادي الاهلي، وانتم جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان تقولوا لي كان عنده اكرامي معاه ثابت، كان اكرامي وثابت واحمد ناجي، اكرامي اعتزل بقى اكرامي بقى ثابت واحمد ناجي والحضري، الحضري اعتزل طلع كابتن شوبير ولعب اساسي شوية وجابوا الحضري، سوري كابتن ثابت اعتزل جابوا الحضري. لما كابتن ثابت لعب كاس العالم 90 ولعب كاس الامم 86، جيل شوبير مسك من 87، بقى كابتن ثابت هو البديل لحد 90. بعد كده شوبير جابوا له الحضري، الحضري جابوا له نادر السيد امير او حميد. طول عمر النادي الاهلي في حارس تاني كفر. لما عصام الحضري اتعوج، لما حس ان هو بقى يعني نجم النجوم، جابوا له نادر السيد من النادي المصري لبورسعيد، ونادر كان وقتها واحد من اعظم الحراس في مصر.
ولعب الحاضر وما لعبش نادر. ليه؟ الحاضر يغلف نفسه. طب اداره النادي الاهلي محتاجه تجيب حارس عندك علي لطفي، لعب ماتش الزمالك بعد غياب سنوات، بعد ما كان شاخ على الدكه، شنبه طلع ودقنه طلعت وبقت بيضه، لعب علي لطفي وقدم مستوى كويس. دلوقتي انت بقالك سنه في كل سنه تتكلم في حارس مرمى وما تجيبش. اتكلمنا مره قبل كده على الشناوي ومضى الشناوي وحكايه وروايه، وفي الاخر قلت مش هنخلص، خلص نفسه. وناس قالوا ده عنده تيبس في مش عارف ايه، ما عندوش المرونه ولا الرشاقه. طب دلوقتي السنه دي بنتكلم في ثلاث حراس، وما زال، والكلام النهارده زاد في النادي الاهلي وبين مسؤولي النادي الاهلي، بقوا بيتكلموا في محمد بسام نجم طلائع الجيش، بيتكلموا في المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز الاساسي هو العام الماضي والمرفوع من الخدمة هذا الموسم من أجل شريف إكرامي، ماشي، شريف إكرامي قاعد على الدكة ولعب الشناوي، الأوضاع اتغيرت في بيراميدز. فعلي لطفي موجود لكن بيتكلموا في مين؟ في المهدي سليمان ومحمد بسام وأبو جبل داخل في مفاوضات مع النادي الأهلي، بس الموسم مش للموسم اللي جاي، للي بعده. بكلمك معلومات. احمد الشناوي وارد يجي، شريف اكرامي يا عم، شريف اكرامي والله ده رايكم انتوا بقى، قولوا ثلاجه قولوا اخرام، انتوا احرار في نفسكم، لكن انا علي احترام كل الناس وتقدير. انا بتكلم فني مش بتكلم في الشخص. فاللهم صل على سيدنا النبي. هنا بقى لازم يبقى في بديل. النهارده كله بيتكلم على ضروره تواجد حارس مرمى عملاق، لان الشناوي النهارده سيبوكوا بس من قلت انا بحب النادي الاهلي وبتمنى النادي الاهلي ومش عاوز امشي من النادي الاهلي، لا، في الغرف المغلقه وقبل مباراه سان داونز هناك قال لك انا النادي الناصر، وقال لك ايه ده، ده اللي اتهكر، حد خد التويتر بتاعي وكذب الكلام ده كله، ما بيخش على العنك ابو الماضي. انا عندي بلاش، عندي معلومه، الناس في نادي في السعوديه كتبوا عن العروض دي، فبالتالي مش هتنك مكتفه. اذا حب يمشي او يطلع اعاره سنه لازم احنا عندنا البديل، لازم النادي الاهلي يبقى عنده البديل. وخلينا اتكلم معاك بكل صراحه كمشجع من مشجعي النادي الاهلي اللي حضراتكم مشجعين، يعني هو الزمالك عنده كم حارس مرمى؟ عنده اربعه عمالقه، اي حد فيهم يقف فيه سد. عنده محمد ابو جبل، عنده محمد عواد، عنده محمود عبد الرحيم جنش، عنده محمد صبحي اللي شايل الاتحاد السكندري هذا الموسم، ومقعد عماد السيد اللي كان في الزمالك. فالاهلي بيتكلم في بديل لعلي لطفي، لعلي احمد الشناوي، محمد الشناوي، مش بديل ان احنا نقعده، لا، ان يزغزغه، ان يخليه اكثر تركيزا، ان ده يلعب ثلاث ماتشات ده يلعب ماتش، ده يلعب اربع ماتشات ده يلعب ماتش، تبقى رجلهم في الملعب، ما يبقاش هذا الغياب. الشناوي مش محتاج مني ان انا اقول له انت سبب هدفي امبارح، محتاج مني دلوقتي اللي انا كنت بقول لكم عليه من شويه، رب ضار نافعا، نقول ان الشناوي ده نجم كبير ساهم في بطولات النادي الاهلي، واحد من اعظم الحراس في مصر وفي افريقيا، وغلط لكن غلطه الشاطر كبيره. فبالتالي احنا دلوقتي الموقف ده النادي الاهلي يستفيد منه ازاي؟ ان احنا نعيد تركيزنا، نعيد اهتمامنا، نعيد ترتيباتنا استعدادا للنهائي الافريقي. العشره تغفر لك اي حاجه. بعد هات العشره واقعد بقى بعد كده اتخانق بقى على الدوري، شوف انت ولا الزمالك، ده موضوع تاني. يبقى الاهلي 100% بطولات. يبقى ده اللي احنا عاوزينه، ان الاهلي يبقى مركز لكذا. طب افرض الاهلي خسر الدوري، وفي ايه ما يخسر الدوري؟ هو هيخسروا حد غريب، ده النادي الزمالك وقلعة رياضية عظيمة وما إلى ذلك. هل كل الفرق كل سنة بتاخد كل البطولات؟ لا طبعا، لا طبعا، بتبقى عندك أولويات. أولوياتك إيه هذا الموسم؟ إفريقيا. اتعرقلت عادي، ماتش زي امبارح ده أنت بتجرب فيه مروان محسن يا راجل، بتنزل فيه مروان محسن، محمد شريف طول الماتش مش شايف الكورة، كمان مستر موسيماني كان مرفوع من الخدمة امبارح، بطمن عليه قال له لا ما كانش موجود، كان جسده اللي موجود راجل روحه كانت مهتميه بكايزر تشيفز.
ليه؟ لانه لم ينجح في احداث الفارق وانت بتلعب كامل العدد وبيراميدز بيلعب 10. الف ب ازود فيرود، الف ب ازود فيرود، اشيل حد من وسط الملعب الثلاثه، ما ازود فيرود على طول. طب حسين الشحات نزل، ربنا فك اسره امبارح لتاني مباراه على التوالي، وعمل جون حلو، جون الاولاني. كهربا عمل الجون الثاني. ما العيب بقى في الاداء انك لا تضغط لمزيد من الاهداف. فيش غل انك انت عاوز تجيب الثالث والرابع. بتجيب الجون كانك انت خلاص الماتش انتهى. ضمنت الفوز في ايدك. كانك بتلاعب ابطال من ورق، لا بتلعب فرقه كبيره وفرقه محترمه وعناصر نصها من النادي الاهلي. فلازم يبقى في غل وفي تركيز. خسارة امبارح انا فرحان لتعادل امبارح. تعادل بطعم الهزيمة فرحان له جدا. ليه؟ لانه جاي من بيراميدز. ليه؟ لان ده يوجع. ليه؟ لان اللعيبة تركز اكتر في النهائي الافريقي، وتركز اكتر في المباراة القادمة، ولازم تبقى فيه نوع من الغضب.